ارجع 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 الريحة حبيبي. طلع صوت. اي انت داري تشرس لي يمك شو قتلك. اي سير عندهم سير عندهم شنتيز قولوا ديروا لايك ديروا لايك. اطلع شنتيز لهنايا زيدي لهنايا علاش خليتيني؟ سير عندهم عاود اصدقاء اليوم فيديو اجواء جديده. ايه يلا نبقاو البيت الله عليكم. واللي ما حبنا ديروا لايك ديروا لايك للجن طرش. اوه تسلل تا 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 ما شنو يدير جي يحسب اللاقة زين هوت الحرام هوت الحرام حط اوريو ها راسو فيه الخرارة دم كله شيخ اي هيدي تكم تمك واجي الحياة تمك حدك اوريو. هذا وش شكح الاصدقاء شكح 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 تشفر اي حاجة تشفرها قد تقدوز وكيل الاكل لا ادمون الحانوت اكبر ميكروب في العالم درليت بيت ما من جاير مش مع الحسن حط حط الحياة تمك حط الكاميرا تنكي شفتي فيديو شفتي فيديو جيت عندهم شتي هاكا خصني نجي شفتي فيديو عند شي واحد هاكا خصني ندير الوحزق على امهم ولا عرفتي شنو خرا عليهم. حاشاكم الاصدقاء باركا وباركا وطلعت منو في صحتنا وباركا برك غادي نتكاراو على امكم. السلام عليكم. عرفتي هذا شنو فاش تكون غادي للرياضة تشد الرياضة باش يكون عندك التيست وكتلقى الدريج بزاف تجيك الخريطة. عندو التوازن مفقود في راسو هاد. أو شوفو سير وي وي ترى اللي عنده شي صاحبو بحال هادي صيفط له هاد الفيديو هذا الله يسهل عليه بخير فكر في شويه ديال الطفوله. شي سبرديله جديده وبيض وما يوسخو عليها. وين اخوان وين اخوان انا نفس سبرديله جديده ونشري عليكم الله يحفظك الله يتوفقك. غادي فاش كتشري سبرديله بيضاء حتى واحد ما يقرب لنا. يا الاصدقاء اللي دار لي متابعه نرد عليه اسال الله العظيم رب العرش الكريم او قلت لي 20 ابوني على 1000 ديروا لي ابوني. شوف انا جاي عندك داو صافي صيفط لي اللي ديال داركم باش اصدقاء واش بنا مريض واش يبغي يحمق علينا انا كيفاش اللي صاحبك هادي كلوفو هادي ايه هذا خوتي راه هاكا راه حدا وما فهمتوني. عندي سؤال. نعم ما هو سؤالك؟ لماذا يحكون البنات عيونهم عند الاستيقاظ من النوم؟ لا أعلم. نعم هذا صحيح يا ولدي أنت ذكي للغاية. شادي لك بغى الأصدقاء غادي 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 بالبلة البنات حضروا مع هذا السطع هذا خطير على المجتمع قد تكون بحال جونيسيس الأب الروحي ديالنا. لا والو يعني ضغطي تماك هو ما نعرفش شنو يقول لك هادشي اللي كاين واخا. أول كيفاش كان الزواج ديالك الأول؟ دابا الزواج ديالي الأول غلط 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 عمر بعد ما غلط 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 بعد ما غلط
اي شي دير هذا ويلي 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 تجيبوا العليه زيد تحبحب عليا مع راسي طب وات الحرام ايبو العليه ما غاديش يحس فهمتيني حيت الماء سخون والبو سخون هذا فاش فكرتنا الاصدقاء فاش كتكون في بحر وتجي تجيك البوله تتلقى بكل سهوله واريحيه خصوصا باش تكون تتقفقف يا باش تكون تتقفقف خايدي وتتلقى ديك البويله ويلي 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 بحال القصاف مول يعقوب هذاك الشيري سخون بحال هكا الله 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 يخطى علينا هاد الحركه هادي ولكن اللي كبر وباقي تيديرها الله ينعل العفو الاول ولكن اصدقاء علاش حنايا تنبولوا في البحر حيت ما نديروش علينا مراحيض فهمتوني شنو شنو ندير نمشيو نحفروا فرميله ونتكاو هكا على دارنا ونبولوا ما يمكنش لينا اذا خصهم يديروا لينا مراحيض في البحر راه مهم هاد الشيء هذا يلا سير شري بها الحرشه هاد الليلة لا تا وسير شري بها البينا خي ديالي وليده سمحي لي بزاف ارجع في اقرب هادشي اللي كتاب علينا الحلال هاد البلاد ما عطاتناش دربنا مسامحه دعيو معانا الخوت معانا حب الوالدين صاحب جي راه غنرجع نعاودك ويلا صافي كلشي ولا باغي يحرك بخوت دابا المغرب الا كامل مشى لاوروبا ما تبقاش اوروبا ما تبقاش اسبانيا غتولي مراكي فهمتيني ما غاديش تبقى مغرب اخاي ديالي اذا تثبتوا شويه ماشي كلشي يكون عنده الحلم انه يمشي لبرا تقدرش عامل لعبه هنايا هو لا بياسا واو ويلي ويلي الى توته ويلي 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 شوف تجي تشوف فين صافي متحام تشوف الطوبيس كامل مطمع الله الله والله الا طحت والله الا طحت برا راه كنقصد راه كنقصد بنادم انا ما فيهاش البار راه كنقصد واه كنقصد هذا الفرق ديال الطوبيس بينه وبينهم ما كاينش تكافؤ الفرص في الطوبيس فهمتيني تتلقى غير كتحضر لنا شي وسيله نجمعوا فيها كاملين الغاني وكل شيء زعما ما ديروش لنا شي طواصه ويلي 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 يا سلام شنقول لك وجا كنلقى من المستقبل ديالي هذا هي الكلمة اللي نقول لك فهمتيني شوف ولاد الخميس هذا شنو داروا ليا معني ما بيحش كي تهداو ليا علاش كيهروا ليا المدام ولاني ماشي مشكل الدنيا كتلاقي الدنيا كتلاقي وانت فين تلاقي شبقى اش خافي ما تشد غادي تهلك مالك شويه حشم شويه كلا العصا لا قبل النادى ونادى فينا هي خاي ديالي هكا يكون رجال الاصدقاء انايا نتزوج ام خانا كل العصا على ود مراتي فهمتيني غادي رجال شوف رجال راه انواع خاي نزار انت يبزلوك بزلوك ولكن برا رجولة باش توصل لهذا النيفو هذا بنادم يبقى يضرب بحال هكا فهمت شي واحد ما عنده الحق انه يضرب اذا تولي السيبه في البلاد فهمتوني خليه صاحبي كل بنادم يدير اللي بغا من بغا غادي يعطيك باي باي.